أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. كتبت الصحافة اليوم عن أخبار بأن الممثل النافروز قام بالاتصال بحبيبته السابقة الممثلة آيشة توران في 25 من أكتوبر من أجل تهنئتها بعيد ميلادها 30، لكن آيشة لم ترد عليه وقامت بحذر رقمه فورا. واحتفلت آيشة بعيد ميلادها 30 قبل أيام، وهكذا كانت الأجواء. انفصل ألب وآيشة بعد علاقة دامت أقل من سنة بعد أخبار خيانة ألب لها، والذي قام ألب بنفي هذه الأخبار وتأكيد انفصاله، بينما التزمت آيشة السكوت.